السنة بتبدأ، اليوم هيجر التاني، وانتم لسه مخترتوش المدرسين المناسبين لأولادكم. مش عايزينكم تقلقوا خالص، منصة نفهم فيها أكتر من 100 مدرس في كل المواد وكل المناهج. خلينا نقول لكم على شوية منهم. أول واحد مستر عبدالله محمد، مدرس اللغة الإنجليزية، هيساعد أولادكم يتكلموا اللغة بكل طلاقة، وكمان هيأهلهم لسوق العمل. مستر محمد شومان مدرس اللغة الإنجليزية للأطفال، الأطفال مش بس هيتعلموا ويستفيدوا معاه، لا كمان هيستمتعوا جدا بالحصة. مس رضوى عبد الحليم مدرسة اللغة الألمانية، مهم جدا لأولادكم من هم صغيرين يبقى معاهم لغة تانية يتقنوها وتنفعهم في المستقبل، وده اللي هتلاقوه مع مس رضوى. مس غادة صابر مدرسة رياضيات وفيزياء، مش بس المناهج المصرية، لا وكمان المناهج الإماراتية، وكمان هتساعد أولادكم عشان يحسنوا مستواهم في المادتين دول. دول شوية من مدرسين نفهم باي تايرو. لو عايزين تعرفوا أكتر زوروا موقعنا nafhambytayro.com أو بعتولنا على رسائل الصفحة واختاروا المدرسين المناسبين لأولادكم.